صلاة خوف ثانية. تعجب جيش الوثنيين من طريقة عودة رفيقهم الشجاع غورة بن الحارث، إنه يقبل واثقا آمنا بين جيش المسلمين، وكأنه يتمشى بين أصحابه. ولما وصل أخبرهم بقصته المؤثرة وعفو النبي عنه، ثم ودعهم وغادر المكان تتمايل به راحلته بين أمواج السراب. مضى مردفا خلفه معنويات جيش تاهت أهدافه بعد كلماته، ظل أصحابه متوترين مترددين، حتى قال أحد الصحابة: خرج النبي إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي ركعتي الخوف، وهي تختلف عن صلاة عبد الله بن أنيس الذي صلى وهو يمشي، لأنه في حالة بالغة الخطورة. أما في ذات الرقاع فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى بنصف الجيش، وبقي النصف الآخر للحراسة. صلى ركعتين، فلما انتهى من التشهد الأول نهض للركعة الثالثة، أما الذين معه فلم ينهضوا، سلموا وانصرفوا للحراسة، وجاء بدلا عنهم النصف الآخر الذين لم يصلوا فصلوا معه ركعتين. ولما سلم صلى الله عليه وسلم سلموا معه. كان جابر معهم فقال: كانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتين. كانت غزوة حافلة بالمشاعر لا بالدماء، حافلة بالمعجزات والكرامات، تفرق الجيشان دون دماء، وحقق جيش الإسلام نصرا معنويا، وعطرت سمعتهم المكان، ثم عادوا كالشوق إلى المدينة. وكان من أشدهم شوقا الشاب العريس جابر بن عبد الله، لكن جمله يسير ببطء شديد وطريقة مملة ومزعجة، غير مبال بمشاعر جابر، وكأنه يستمتع بالمناظر حوله. لمح القائد جنديه يسير خلف الجيش بمسافة لوحده، فتحرك قلبه صلى الله عليه وسلم رأفة وانطلق نحوه. ولما حاذاه قال: من هذا؟ فقال: جابر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ فقال: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. كان صلى الله عليه وسلم لا يمل من الحدب على هذا الفتى، لذا قال له: أنخ. توقف جابر وأناخ بعيره ونزل عنه، فرحب البعير بالمزيد من الراحة وبرك، وانحدر صلى الله عليه وسلم عن ناقته، ثم قال لجابر: أعطني هذه العصا التي في يدك. مد جابر عصاه لنبيه صلى الله عليه وسلم،
فاقترب صلى الله عليه وسلم من البعير ونخسه بالعصا، نخسه عدة نخسات وهو يدعو، ثم قال: اركب يا جابر. ركب جابر فنهض البعير، فرأى جابر معجزة طاب معها السفر، وطاب معها الحديث عن الأحبة وديار الأحبة. في ظلال السيرة.